السلام عليكم أخوي سام، شكرا جزيلا على الدورة ومحتوى الدورة الثمين. أنا حاليا على صفقة لايف، انتظر افتتاح السوق، وهذا عندي الوقت وهذا التاريخ، باقي على السوق إن شاء الله نص ساعة، وكان عندي هذا المفتاح وسكرت الموجات، وحاليا عندي موجة هبوط وأنا أخذت هبوط، وراح أصور هذا الفيديو قبل وبعد لأني باثق من تحليلي بعد محتواك الدورة وبعد ما حفظته. شكرا جزيلا يا أخ وسام. السلام عليكم، كيف الحال أخ وسام؟ حنا عدنا اليوم إلى تاريخ 13/5، وهذه صفقتنا حققت أرباح 209 209 نقاط، ليست مصادفة بل قوة تحليل موجي. كان عندنا هني بول باك تلاعب وعاد ونطاق، وعند الكسر دخلنا، وهذه الصفقة حققت الأرباح. أرد وأقول ليست مصادفة بل قوة تحليل الموجي. شكرا جزيلا أخ وسام، شكرا شكرا. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد وبتحليل جديد من قناتكم، قناة العلم العنف الكذب. سنقوم بتحليل الذهب، لكن قبل البدء أدعوكم إلى الاشتراك في قناة التليجرام المجانية، هذا هو رابطها، تضغطون عليه من صندوق الوصف لهذا الفيديو مباشرة. لا تأخذوا لا الاسم ولا الصورة، وقال الذين انتبهوا هناك نصاب كثر ينتحلون شخصيتي، هناك من يدعي أنه صديقي، أنا ليس لدي أصدقاء ولا أتعامل مع أحد، فقط إذا أردت أن تتحدث معي يمكنك التحدث معي عن طريق الرابط الخاص بي على الموجود في تعليقات هذا الفيديو، أول رابط فقط على التليجرام، ليس لدي أصدقاء، انتبهوا من هذا الأمر، هناك من ينتحل شخصيتي وهناك من يقول أنه صديقي، فانتبهوا، أنا لا أتعامل مع أحد. إذا تضغط على هذا الرابط من صندوق الوصف لهذا الفيديو مباشرة، عند الضغط على الرابط تصبح عضو في هذه القناة المجانية التي أشارك معك فيها شهادات صوتية للأخوة المشاركين في الدورة، صفقاتهم، أرباحهم يوميا، يعني لاحظوا بعض الأرباح للأخوة، لا بأس أن أشارك معكم بعض الأرباح. لاحظوا هذا الأخ يحقق في الغاز الطبيعي 670%، يحقق في الذهب 148%، يحقق في الغاز الطبيعي 1199%. هذه الأرباح يمكنك أن تحققها إن لم تكن مشتركا في دورة تحليل الموجة وبريس أكشن وضابطا للمنطق، علم المنطق في التداول. هذا الأخ يحقق 160% بتداول بيتكوين في صفقة أولى، ثم 72% في تداول بيتكوين صفقة ثانية على فريم الدقيقة. لاحظوا كذلك شهادة صوتية أو صفقة مباشرة كما تلاحظون، ولاحظوا هنا كذلك عملة غالا يحقق فيها 73%، 78% كذلك تلاحظون في عملة غالا. هذا الأخ يحقق 63% في عملة غالا كذلك، لاحظوا الأرباح 205%، يعني أرباح قوية انطلاقا مما يدرسونه في دوراتنا التدريبية. إذا هادو طلاب يدرسون، يحضرون إلى كذلك تحليلات اليومية كل يوم، لأنه كما تعرفون لدينا عرض قوي، وهو هذا العرض الذي به دورة التحليل الموجي ودورة البرايس أكشن، 34 فيديو مسجل. هاد الطلاب يدرسون هذه الفيديوهات أولا 25 ساعة من المعلومات، وكذلك حصلوا على 3 أشهر اشتراك في قناة التحليلات اليومية في هذا العرض. الأهم بالنسبة لي هو قناة التحليلات اليومية، أهم من الدورتين، أهم من الفيديوهات، لأنه هي التي نطبق فيها كل ما درسناه في الدورة، وبالتطبيق يستطيعون أن يتعلموا ويحققوا الأرباح في نفس الوقت إن كانوا جادين أكيد، يعني وضبطوا أمورهم وضبطوا استراتيجياتهم. في هذه القناة نحلل يوميا من الاثنين إلى الجمعة كل الأسواق، فوركس، كريبتو، أسهم، مواد أولية، مع تسجيل لهذه الحصص لمن لم يستطع الحضور في المباشر. نبحث فيها عن أهم الفرص، نطبق فيها الاستراتيجيات، نبحث فيها عن أهم المناطق، مناطق التلاعبات، مناطق البيج باي، مناطق متى نبتعد، متى ندخل، أمور كثيرة تساعدك على الاحتراف. وكذلك تحصل على 3 أشهر اشتراك في مجموعة النقاشات التابعة لقناة التحليلات اليومية. بأخيرة المتداولين لدي يجاوبونك على أسئلتك، يتابعون معك، يشاركون معك تحليلاتهم، صفقاتهم، أرباحهم كذلك، وهكذا تجد نفسك منضم إلى عائلة تساعدك، تأخذ بيدك إلى أن تحترف بحول الله. نحن مجتمع نريدك أن تحترف، أن تصبح متداولا محترفا، لا نريدك تابعا لأي شخص يبيعك أي شيء، توصيات أو هذه الأمور، نحن نريدك أن تحترف وتكون مستقل بذاتك. لذلك وضعنا هذا الباكج الذي سيساعدك على الاحتراف. إذا أردت أن تحترف وتستغل هذا العرض، الرابط مثبت في تعليقات هذا الفيديو، أول رابط، و
في وصف صندوق وصف هذا الفيديو كذلك أول رابط، اضغط عليه، تحدث معي مباشرة على التليجرام على الخاص، وهذا هو الرابط الوحيد الذي يمكنك التحدث معي فيه. اطلب رسالة صوتية باسمك وتبدأ رحلتك نحو التعلم، نحو الاحتراف، نحو 5% الرابحين. لا تنسوا كذلك الاشتراك في قناة العلم يعرف الكذب المباشر باليوتيوب، وصلنا إلى 6250 مشترك، نريد أن نصل إلى 10,000 قبل البدء بوضع فيديوهات في هذه القناة. الرابط مثبت في التعليقات. ثالث رابط، تحذير التداول مهنة خطيرة يمكن أن تخسرك أموالك، لذلك كل ما نقوم به في هذه القناة هو ده مغزى تعليمي وتثقيفي 100%، لا نعطي لا نصائح مالية ولا استثمارية ولا توصيات. إذا ضغطت على زر الشراء أو البيع فأنت المسؤول، مسؤولية تم عن قراراتك. قناة العملاء في الكذب لا تتحمل أي مسؤولية، كل ما نطلبه منك هو أن تراقب، تقارن، تشاهد، إذا عجبتك الطريقة يمكنك الانضمام لعروضنا وإلى دورتنا. ماذا لدينا في الذهب؟ لاحظوا معي، إذا تذكرتم لما حللنا الذهب على فريم الأمور الماونت، لماذا قلنا؟ قلنا أن الذهب في اتجاه صاعد، في اتجاه صاعد ممتاز، في اتجاه صاعد لديه موجة دافعة، تصحيح، موجة دافعة، زيادة في الزخم. هذه الحركة هي حركة قوية غير طبيعية في السوق، حتى لو صعد الذهب وكسر قد يعود لكي يعطيني هذه التقفيلة حتى تكتمل بنية هذه الموجة التي قد تكون على شكل WXYXZ، على شكل WXYXZ، وسيكون هذا التصحيح ربما مساوي لهذا التصحيح إذا قمنا بقياسه. لاحظوا معي، إذا قمنا بقياس هذا التصحيح هكذا، إذا وصل لهذه المنطقة لاحظوا سيكون مساويا لهذا التصحيح، وبعد ذلك سنبحث عن صعود أخير. وهذا ما قلنا، وقلنا كذلك لما حللنا الذهب كنا في هذه المنطقة، هنا كنا في هذه المنطقة إخوتي الكرام، ويعني على فريم اليومي، وتوقعنا أنه سيكون هناك صعود لكسر قمة هذه المنطقة، كسر القمة، وبالفعل صعد الذهب وكسر القمة في بعض المنصات، وفي بعض المنصات لا زال لم يكسر. وإذا نظرنا جيدا سنجد أنه الذهب لاحظوا صعد، صعد، هناك بعض المنصات التي كسر فيها، وهناك بعض المنصات التي لم يكسر. الآن هل وصل وقت البحث عن البيع؟ لا. لماذا لم يصل وقت البحث؟ أتحدث عن البيع للحصول على تلك الموجة اللي هي تقفيل على فريم الشهر. هذه الموجة كما قلت نحن نريد هذه الموجة، وسنبحث عن هذه الموجة لأنها غير طبيعية في السوق ونحتاج أن يتم تقفيلها. متى؟ هل الآن؟ هل الآن؟ يعني لما يتم كسر هذه القمة خلاص قد نبحث عن النزول في أي لحظة، قد يبتعد شوي السوق، لا مشكلة في ذلك، كما قلت يمكن أن يصعد الذهب شوي ويعود، لكن دائما سنبحث عن هذا النزول نفس طول هذه الموجة هنا. أوكي؟ طيب الآن إذا نظرنا جيدا إلى الموجة الصاعدة يجب أن تكون بنيتها مكتملة. لاحظوا معي، هذه الموجة الصاعدة كبنية، كبنية هذه الموجة ستكتمل بكسر هذه القمة، ستكتمل بكسر هذه القمة، لكن بشرط كذلك بنية هذه الموجة التي كسرت القمة يجب أن تكون مكتملة. وإذا نظرنا جيدا سنجد أن الذهب بنية هذه الموجة بهذه الحركة غير مقفلة، هذه الحركة، فبالتالي هناك احتمال كبير أن يأتي الذهب إلى هذه المنطقة يعطيك هذا النموذج قبل الصعود. ونحن الحمد لله في قناة التحليلات اليومية بعنا من هذه المنطقة، بعنا من هذه المنطقة هنا كصفقة أولى، وهناك صفقة ثانية، وهناك من أخذ أرباحه هنا، وهناك من ينتظر لكي يحصل على نفس طول هذه الموجة. إذن أخذنا يعني أخذنا هذه الصفقة، نريد أن نقفل هذه الموجة هكذا، نظرية التقفيل، واقتربنا من تقفيلها، قد يكون هناك تصحيح بسيط هنا هكذا، ثم يأتي السعر لمرة أخيرة قبل الصعود. إذن على المدى القصير ربما هناك لازال نزول للذهب، إذا بشرط، لاحظوا نحن في منطقة تمركز الأموال الآن في الذهب، لاحظوا نحن في منطقة تمركز الأموال الذهب، لدينا زيادة في الزخم، لاحظوا موجة تصحيح ثم موجة زيادة في الزخم، هذا من جهة. من جهة أخرى إذا أخذنا الماكدي صرتم تفهمون الطريقة، هل لدي لنرى على فريم الساعتين أو على فريم الأربع ساعات، أريد أن أرى هل لدي دايفرجنس ولا لا، على فريم الساعتين ليس هناك دايفرجنس، على فريم الساعة ليس هناك، هناك دايفرجنس على فريم الساعة أتوقع، لنرى، كنا أريد أن أكون دقيقا 100%، ليس هناك دايفرجنس، لاحظوا معي يجب أن أكون دقيق، ليس هناك دايفرجنس. إذن
كانت هناك دايفرجنس وربما ألغيت ربما. كنا قد رأينا دايفرجنس في قناة التحليل اليومية، لكنها ربما التغت لنرى. أريد أن أكون جد دقيقة في هذا الأمر. أتوقع أنه ليس هناك دايفرجنس. أي نعم، ليس هناك دايفرجنس. أوكي، فقط لكي أرقم بطريقة صحيحة أخوتي الكرام، نحتاج إلى هذا الأمر. إذا بما أنه ليس هناك دايفرجنس، إذا الموجة على شكل دبليو إكس واي، ممتاز. أعطيني تصحيحا مساويا لهذا التصحيح. أعطيني تصحيحا مساويا لهذا التصحيح في هذه المنطقة. هكذا تصحيح مساوي له، وسنبحث عن النزول مرة أخيرة. كسر هذا القاع سأحول وقف خسارتي إلى بريك إيفن، وهدفي سيكون نفس طول هذه الموجة، لا أقل ولا أكثر هنا. ثم بعدها أي موجة دافعة تصحيح، سأبحث عن الصعود لكسر هذه القمة فقط. وهكذا عندما يحدث هذا الأمر ونكسر هذه القمة، خلاص ستكون اكتملت بنية هذا التصحيح، واكتملت بنية هذه الموجة الهابطة جاية من أعلى، يعني على فريم من أسفل على فريم الويكلي. هذه موجة 1 2 3 4 5، يعني ليست 1 2 3 4 5 إليوت، قد تكون دبليو إكس واي زد، أو قد تكون دبليو إكس واي وهاتي أي بي سي، يعني وستكون أي بي سي ربما إذا كان في دايفرجنس. أوكي، حتى تكتمل بنية هذه الموجة، لأنه هدفي وش هو؟ هدفي هو أن أكمل بنية هذه الموجة اللي هي الموجة بي للرانين فلات الذي قد يأتي في المستقبل، وبعد ذلك سأبحث عن الموجة سي للرانين فلات قبل الصعود. لاحظون، إذن الآن دوري هو أن أكمل، أريد أن أكمل، لاحظوا معي حتى تكون الأمور واضحة، أريد أن أكمل آخر موجة لآخر تصحيح لآخر موجة التي ستكمل لنا الموجة بي، وبعدها سنبحث عن الموجة سي لكل هذا التصحيح لكل هذه الموجة قبل أن نبحث عن الصوت. تلاحظون إذن هي أمور متداخلة، دوائر متداخلة بعضها في بعض. أوكي، إذا لاحظنا أن هذه الموجة غير مكتملة، ونبحث عن تكملتها بنزول قبل الصعود. الآن نحتاج إلى تصحيح هنا كما قلت، على فريم الساعة أو الأربع ساعات يكون مساوي لهذا التصحيح أو أكبر منه، لا مشكلة، المهم يكون تصحيح، لأنه ممكن يرتد، يضع لنا موجة دافعة تصحيح وصعد وكسر هذه المنطقة وبدأ يصحح، هذا للشراء، لأنه أثبت أن هذا البيج بوي البيع الشرائي أقوى من هذا البيج بوي البيعي طالما كسر هذا الجدار. فيجب الحذر من هذا الأمر. إذا طالما نحن ما لازلنا في هذه المنطقة، وبقي والذهب باقي في هذه المنطقة، وربما إذا بدأ يعود هكذا ثم رجع ثم صعد ثم رجع هكذا، وأعطانا هذا النموذج، هذا للنزول. نبحث عن النزول من هذه المنطقة. هذا في كسر القاع، هذا في طول الموجة، لكن عند كسر القاع ربما آخذ بعض الأرباح أو أحول وقت خسارتي إلى بريك إيفن، وبعدها آخذ نفس طول الموجة. أوكي، ومن هنا نبحث عن الصعود لإكمالي البنية على الفريم اليومي اللي هي كسر مستوى 2078 درهم 2078 دولار. ثم بعد ذلك لما نكسر سيكون لدينا هذه الموجة على شكل ربما اي بي سي، سيكون هذا هو النموذج راني هكذا اي بي سي. اي موجة دافعة ترتد بنسبة 100% لهذه الموجة ثم تصحيح، هذا الهبوط. الى اين؟ سيكون الهدف على مستوى الاسبوعي لأخذ طول هذه الموجة هنا. إذا أتوقع أنني أعطيتكم خارطة طريق واضحة للذهب، كيف تتعاملون مع الذهب في الأسابيع والأشهر المقبلة. إذا كان هذا هو تحليلي للذهب اليوم، أتمنى أنكم استفدتم من هذا الفيديو. إن كنتم كذلك فجروا لايكات، دعوا تعليقاتكم أسفل الفيديو، شاركوا في هذا العرض. تريد أن تحترف؟ شارك في هذا العرض ستحترف إن شاء الله. لا تنسوا أن هدفنا هو تعليمكم أن العلم يلعب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.